أول شوط مباراة أو الشوط الأول في هذا اللقاء انتهى بتعادل سلبي بين الهلال والفيصلي، والأسبوع الحادي عشر من دوري زين السعودي المحترفين لموسم 1433-1434، عودة لمسابقة دوري زين بعد التوقف لإجازة الحج وعيد الأضحى المبارك. التشكيلة نذكرها لكن طبعا مع عدد من المدربين الذين تعاقبوا على الاتحاد في أكثر من موسم تم إعارته وانتقاله للقادسية ومن ثم للفيصلي. كرة ملعوبة في المحاولة لصالح السلطان البيشي، عالية وخروج موقفة أيضا بينه وبين الفرنسي كريستوف غوندا، والكرة تصل لصالح يحيى المسلم من بعيد، يحيى ويخلصها تيسير على الانتي. يحيى المسلم يتقدم بهجمة من دفاع فريق نادي الهلال، قلب الدفاع يتواجد تماما في هذا اللقطة ويسدد كرة عالية تيسير على الانتي، يفضل إبعادها إلى خارج عرضية من سلطان، كرة تتخلص عالية تعود أيضا عالية، تعود لسلطان البيشي، حاول سلطان البيشي عرضية على قوس منطقة الجزاء، عبد العزيز الدوسري إلى محمد القرني، يحاول بهذا اللقطة لكن تعود الزوري عالية والكرة بتمر في وجود ركلة جزاء، في وجود ركلة جزاء لصالح الكوري يوب يونغسو، ركلة جزاء هلالية في الدقيقة العاشرة، ركلة جزاء هلالية في الدقيقة الذي جاء في الساعات الأخيرة لتسجيل اللاعبين لوبيز. هدف أول للهلال، هدف أول للهلال في الدقيقة الحادي عشر، هدف أول للهلال في الدقيقة الحادي عشر من زمن شوط المباراة. نواف العابد جاء في الناحية اليمنى في شوط المباراة الثاني، كرة ملعوبة إلى ويسي لوبيز، ويسي لوبيز يحاول إعداد الكرة إلى نواف لكن الكرة مقطوعة بالخطأ، تصل لصالح الهلال أيضا مرة أخرى، نواف يحاول المرور، نواف يمر الكرة، ويسي لوبيز يحاول المواجهة، يفضل التمرير عبد الله الزوري ويسدد الكرة إلى خارج. ويسي لوبيز إلى محمد القرني من بعيد، عبد العزيز الدوسري لكن فضل التمرير يوب يونغسو، وعرضية إلى عبد العزيز، يحاول عبد العزيز يمر بشكل جميل، كرة في الناحية اليسرى ياسين البخيت، ياسين البخيت يحاول بكرة عرضية على أحمد غزات تتخلص وتعود لكوندو بالتسديدة في ممكن ياسر ملعوبة، كرة إلى ويسي لوبيز، لوبيز يحاول بالكرة الأمامية لصالح الهلال بجانبه ياسر الشهراني لكن فضل التمرير نواف العابد، نواف بعرضية لكن الكرة تتخلص تعود إلى ويسي لوبيز اللي حاول أخذ الكرة أيضا مقص، بس يأتي في التنفيذ في الركلة الحرة المباشرة لصالح أو في الركنية لصالح الفيصلي، والرأسية إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب. ويسي لوبيز تصل الكرة إلى سلطان البيشي، سلطان يتقدم في الوسط الأيمن ومحمد نامي يلعب في الدفاع أو في الظهير الأيمن، نامي يترك كرة إلى سعد الحارثي إلى ويسي لوبيز، تعود إلى لوبيز، استلام من لوبيز لا وجود شيء، حكم اللقاء لا يحتسب شيء، ثواني أخيرة في الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراة الثاني، تنفيذ الكرة من تيسير الانتيف، كرة أمامية عالية صافرة وخطأ لصالح الهلال، خطأ لصالح الهلال وركلة حرة مباشرة وثلاث دقائق تنتهي فعلا بصافرة حكم اللقاء سيد صالح الندلول اللي يعلن نهاية شوط المباراة الثاني، والمباراة انتصار للهلال بحصول على ثلاث دقائق في الدقيقة الحادية عشر، جاء التسجيل لصالح الهلال من زمن شوط المباراة الثاني بركلة جزاء سجلها ويسي لوبيز، بينما الفيصلي يظل على نقاطه السبعة في الترتيب الثاني عشر من دوري زين السعودي للمحترفين. نبارك للهلال هذا الانتصار وحظ أوفر لفريق نادي الهلال.